أهمية لتقريبا الجمهور. اهميه الجمهور، ولتقريبا كمان القصه بقت ماشيه في سكه ان بنسبه كبيره مش هيحضر الجماهير مباراه السوبر. رايك يا فارس في الموضوع؟ لان انا ليا برضه راي اعقب عليك. احنا اتكلمنا، كنا بنتناقش قبل الحلقه وكان عندنا وجهات نظر مختلفه حابين نطرحها. انا يا احمد بشوف ان استمرار عدم تواجد الجمهور بيقلل كتير جدا من اي منافسه، دي قاعده في العالم كله. ولكن انا شايف ان احنا عندنا القدرات لو اردنا، هي الخطوه الاولى لازم تتعمل. طول ما احنا عندنا تخوفات، طول ما احنا هنفضل نتراجع، الموضوع محتاج ان يجي وقت حاسم احنا هنبدا. لو خفنا النهارده من مباراه الاهلي والزمالك، مباراه الاهلي والزمالك هي المباراه الرابعه في الدوري وفقا لترتيب الجدول، مش مسافه مش كبيره. يعني عايز اتكلم حاجه انا مؤمن جدا بين اكتر الشعارات اللي بؤمن بيها اللي الجمهور قالها: من غير جمهورك مصيرك مجهول. وانا في رايي ان كل مباراه بيدخلها النادي الاهلي بدون جمهوره هو الفريق الاكثر تضررا في مصر. شفنا النادي الاهلي قدام بيراميدز على عكس بيراميدز قدام الاسماعيلي في الاسماعيليه بجمهور، شفنا النادي على عكس بيراميدز كان امام الجونه، يعني مش فكره برضه فريق كبير بس كمان بيراميدز قدام ده اي فريق لعب جماهيريا قدام بيراميدز قدر يتفوق عليه. انا هنا كمان ما بتكلمش يا جماعه في فكره اللائحه كانت بتقول ايه في الكاس او ان النهائي كان فيه استقرار على ان هو اللي يبقى بجمهور. في النهايه النادي الاهلي اكثر فريق تضررا من جمهوره. نفتكر يا احمد لو رجعنا ل 2007 كان جاء فترة بمباراة الأهلي والزمالك ممدوح عباس كان زود قيمة التذكرة في المباراة اللي هي من حق الزمالك عشان خاطر يمنع جمهور النادي الأهلي من الحضور، ولما اتقال إن القيمة المالية أعلى وجمهور الزمالك كده مش هيقدر يحضر، كان رأيه إن كده كده جمهور الزمالك ما بيحضرش بالعدد الأكبر. فبالتالي أنا ما زلت مصمم إن ما فيش جمهور بيأثر في فريقه غيابه زي النادي الأهلي. من غير جمهورك مصيرك مجهول. متفق معاك تماما، واكتر فريق فعلا بيتاثر بغياب الجماهير هو النادي الاهلي. لكن انا اسمح لي اختلف معاك او هبدي تخوفي في مباراه السوبر تحديدا. مباراه السوبر اللي هي يوم الجمعه الجايه، انا مع فكره ان لازم يكون بدون جماهير او بعدد محدود جدا من الجماهير. والحقيقه ده القرار المنطقي، واللي اي عاقل واللي اي حد فعلا عنده تخوف من ان يحصل اي مشكله او اشتباكات هيقودنا للسكه دي. لكن احنا بصراحه تم قيادتنا للسكه دي منذ اعلان مسابقه كاس مصر او قرعه مسابقه كاس مصر اللي فاتت، ان بيراميدز برغم الحساسيات اتحط في طريق النادي الاهلي، فبالتالي في حد من الفريقين هو اللي هيصل للنهائي. وبعد ما وصل النادي الاهلي ان هو يلعب بيراميدز في دور 16، طلع اتحاد الكره السابق وقال ان المباراه دي بدون جماهير لحد النهائي، لانه بقى متاكد ان بقى في اهلي او بيراميدز في النهائي. هل لو كنا وصلنا اهلي وزمالك في النهائي كانت مباراه الكاس هيدخل فيها 20,000؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل لو كان تم عقاب جماهير نادي الزمالك اللي استفزت جماهير النادي الاهلي في مباراه النادي الاهلي مش طرف فيها، العقوبه الصارمه كانت ممكن تخلينا نبدا بشكل محترم الموسم جدا ويحضر جماهير النادي الاهلي ويكون عقوبه نادي الزمالك غياب مباراتين؟ الاسئله دي يا فارس لازم نطرحها، لان احنا في النهايه وصلنا ان في احتقان. طب مين سبب الاحتقان؟ ليه ما بيتمش عقاب سبب الاحتقان؟ فنتمنى الساده المسؤولين يوصل لهم، وخاصه الاستاذ عمرو الجناني يوصل له الرساله. محتاجين لو حتى فكره التخوف من المباراه الجايه، النادي الاهلي مع اول مباراه في الدوري لابد ان يلعب بجماهيره مثل باقي الانديه. حطوا اي سيستم، حطوا اي نظام. ليه مش عايزين تعملوا بطاقه المشجع الاهلاوي ومشجع الزملكاوي؟ يا سيدي استبعد فكره عشان ما يظهرش شعبيه النادي الاهلي قد ايه وشعبيه نادي الزمالك قد ايه، لكن فكر في فكره نجاح المسابقه اللي لازم تكون بالجماهير. معاك يا احمد، التخوفات مشروعه، ولكن آن الاوان ان هي تنتهي في وجود نظام يحمي الجمهور ويحمي الاطراف كلها، ولكن يسمح بدخول الجمهور، وده طبيعه اللعبه في العالم كله. ونتمنى برضو المسؤولين يتحلوا بالمسؤوليه، وكل شخص موجود في مكان معين، في سواء في اداره نادي او في اعلام او في قناه او في صحيفه، هو برضو مسؤول مسؤوليه تامه على ان يتيح او يهيئ الاجواء ان احنا نلعب كوره، لان احنا زهقنا بصراحه. احنا عايزين كوره. احنا وصلنا يا فارس بقت الموضوع خلافات وتطول شخصي وحاجات صعبه جدا. احنا عايزين نلعب كوره ونرجع نتكلم ونختلف على ركله الجزاء وعلى الفاول والاوفسايد. وهاخد بقى من كلام